السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي. كيفكم؟ تشوفوا رجعت لكم بروتين جديد، روتين تحفيزي فيه شويه رمضان وشويه الايامات هذو. يعني كما تعرفوا لي مات الاخرين هذو تاع رمضان انا ما نحبش نقضي فيه. اول حاجه، ثاني حاجه نحب اللي كيدي الشيء اللي عندي باش اليومين ولا ثلاثه الاخرين يعني كي نقضي كل شيء جديد لرمضان. هذه حاجه انا نديرها. من هذه الحوايج حبيباتي بقات لي شويه لوبيا، حبيت ندير اليوم لوبيا. كما راكم تشوفوا بزاف اللي يديروا لوبيا ما تجيهمش بنينه وعندهم مشكله في اللوبيا. اول حاجه حبيباتي، انا لهنا كنت بيتها في الماء الصباح، غسلتها كما راكم تشوفوا، حطيتها في لاكوكوت ديالي. من بعد ضفت لها كميه تاع الماء، ما يكون جديد حبيباتي، هي ماشي هذاك اللي تبيتيه فيها. حطيت الماء، حطيت اللحم تاعي، الملح والزيت هذا ما كان. راح نحطها تغلي، كي تبدا تغلي حبيبتي راح تدير هذيك الرغوه اللي تكون من فوق، راح نحيها ونقفل عليها نصف ساعه لا غير. من بعد راح نفوت ندير لاصوص اللي نتبل به اكيد اللوبيا تاعي. بعد ما نفتح عليها لاكوكوت راح كيما راكم تشوفوا راح نربي حبه تاع بصل والثوم. حبيبتي اللوبيا تحب بزاف الثوم، اكيد تحب الدرسه. راح نضيف عليها شويه ماء نرحيها بالروبو. من بعد راح نضيف عليها التوابل تاعي، اكيد التوابل تاعك كله ماشي اختياري، يعني من الافضل انك تديري توابل معينه للوبيا. اول حاجه حتحطي اكيد الطوماطيش تاعك. بالنسبه للزيت ما تضيفيش الزيت، راكي كنتي حطيتي على الاول الزيت. راح ندير فلفل، شويه فلفل الكحل وشويه تاع كركم باش تجيك اللون هذاك كيما تجينا طيبه كيما تاع برا، ما تجيش حمراء وما تجيش بيضاء. راح نضيف الكمون. لهنا الكمون ضيفي ملعقه تاع الحليب، ما ديريش المغرفه تاع القهوه، ديري المغرفه تاع الحليب، عمريها. ضيفي الطوماطيش تاعك. لا بغيتي لكان درتي لوبيا تاعك بلا لحم ولا بلا جاج ديري مربع تاع جامبو، ولا كما نصبتيها كيما انا هكا بالحب هاكي يعني ما تضيفيش. كذلك حبيباتي الطوماطيش تاع الطوماطيش، اعتذر الطماطم وخلاص الطماطم تاعك حبيباتي. شوفوا بنيت راني نزل في التسجيل ما فهمتش على واش راني نجري، تقول شي حدا ويجري وراي. المهم حطيت الطوماطيش تاعي وحطيت الهريسه. اللوبيا تحب الهريسه، هذه ثاني حاجه قلنا، تحب الكمون وتحب الهريسه وتحب الثوم. ثالث حاجه ضفت كذلك راس الحانوت تاعي. راس الحانوت حبيباتي على بالكم بلي انا نخلط فيه كلشي، يعني من الكزبر من لي زيبيس الثانيين، راس الحانوت والفلفل الاحمر اكيد، ونحطها على جنب. وما تنساوش الزيت الزيتون، انا لهنا حبيباتي كانت خلصت عندي زيت الزيتون. مازال ما كما قلت لكم مازال ما قضيتش القضيه تاع رمضان باش نعاود نشري كلش من دار جديد. لهنا ضيفي زيت الزيتون. من بعد كما راكم تشوفوا حبيباتي نعطيكم هذا لاستيس، بزاف الناس اللي تزيد لهم الطوماطيش تاع البات اللي نطيبوا بها تحطها تقول لك ما تطوليش وتفزد لي. لهنا حبيباتي اول حاجه بعد ما تطيبي بها حاولي انك تمسحيها مليح في البطا، نضيفي لها شويه زيت وتقفلي عليها. هذاك المقفل البنات راهو المقفل تاع الغوطي تاع الجيجوز، يعني الغوطي تاع الحليب تاع الصوار، كي يخلص نحي البوشون نديرو الغوطي تاع الطماطم هكذا. هات فهمنا وقفلي عليها وراح تبقى معاك بزاف بزاف وتطول لك، يعني تحكم لك مده طويله. من بعد راح نفوت لهنا كيما راكم تشوفوا المرض ما بغاش يخطينا، خلاص داري راهي كامل بالمرض المرض يا المرض. معليش كما شفتوا درت الزنجبيل زوجي بالعسل حطيته. من بعد فت راح نوجد البيتزا الرمضان. لهنا البيتزا رمضان انا ما نحبش ندير ميني بيتزا. اول حاجه نعطيكم لا روسات واش هي. درت كيلو تاع فرينه، لحت عليه زوج مغرفات تاع ماكله خميره، زوج مغرفات سكر، الملح حسب الحاجه، يعني كل واحد والملح على حسب الذوق تاعو. لهنا حنكمل الزنجبيل للزوج تاعي. واش نقول لكم لهنا، قال لي واش هذا درتي لي الموز غريت درت الكاس كبير ودرت له فرد باكيه البنات تاع الزنجبيل كي ديته له، قال لي واش بيه خفيف هكا وعلى قد هدرتي، قلت له درت فرد صاشي، قال لي انت تتمسخري، انا باكي انا الكاس هذا ندير فيه زوج ولا ثلاثه تاع زنجبيل. ايا وليت درت له واحد خلاف وديته له. من بعد كما قلنا كنت حطيت زوج مغرفات تاع خميره وزوج مغرفات تاع سكر والملح، ودرت 8 مغارف تاع زيت. لهنا اذا كان تحبوا زيت زيتون من الافضل انه البيتزا تديري لها زيت زيتون، ما تديريش الزيت.
بالنسبه لصوص طوماط كنت درتها معكم من قبل بالزيت الزيتون، وكذلك العجينه ديريها بالزيت الزيتون تخرج لكم خير. اما الا كنتم من النوع ما تحبوش زيت الزيتون ديروا زيت عادي. انا قلت لكم لهنا البنات راهي خلصت لي زيت الزيتون ودرتها بزيت عادي. كذلك ضفت عليها حوالي زوج مغرفات لا ثلاثه تاع خل. من بعد كان عندي كاس تاع حليب، لا كان عندك الحليب لمي بالحليب، لا ما عندكش ديري مغرفه تاع اللحظه وكملي لمي بالماء الدافي عادي. حاولي انك تخليها طريه على قدر المستطاع، يعني تبقى طريه وتبقى تتلاصق في اليد العجينه تاعك. كيما راكم تشوفوا حبيباتي العجينه لازم تبقى طريه بزاف، دوك تشوفوها معنا في الفيديو وتشوفوا كيفاش القوام تاعها. حبيباتي بعد ما فاتت نص ساعة كما قلت لكم اقفلوا على كوكوت تاعكم نص ساعة فقط. هنا دوك نفتح لها نلقى اللوبيا تاعي تقريبا طايبة البنات، يعني طايبة بنسبة 50 حتى 70%. كذلك اللحم تاعي اللي هنا يكون اكيد دخلته الطيابة وقريب يكمل، يكون ممكن خصو حاجة قليلة بصح نكملها بعد ما نحط التوابل تاعي. دوك نفتح لها حبيباتي وتشوفوا كيفاش راهي طايبة معايا. شوفوا هنا البنات انتم ثاني كي تعود تتنفس الكوكوطات تمسحوا ما تحملوش تقعدوا تحكوا فيها. كاين عباده ماكم موسوسين بالنظافه. عباكم هي يتخرج في الوفر هذاك وانا غير نمسح في هذاك لي طاج هذوك. المهم حبيباتي شوفوا اللوبيا تاعي كانت طابت، حتى اللحم البنات كان طاب وقريب يكمل طيابه. اللي هنا بعد ما فتحت حنحط التوابل تاعي اللي درتهم ولا الخلطه تاعي. هنا ذوقي المرقة تاعك اسكو خاصها ملح ولا كشما خاصها ضيفي لها. من بعد كملي اقفلي عليها الكوكوطة نصف ساعة ومن بعد عاودوا نفتحوها مع بعضنا. هنا
هنا رجعنا للبيتزا تاعي بعد ما كانت تخمرت كما راكم تشوفوا البنات كيفاه نتافخت. خليوها تخمر على قد ما تقدروا، يعني المعجنات تاعكم كل ما يخمروا مليح كل ما يعطوكم نتيجه مليحه، ماشي تخليها تخمر 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 حتى تولي تعاودي يهبط لك هذاك الخمر وتفزد لك، لا لا خمريها حتى تشوفيها يعني دات حقها من الاختمار، ومن بعد حبسي يعني ما تخليهاش حتى تشوفي الخمر هذاك تاعها عاود تهبط، هكاك راح تفزد معاك. انا لهنا حبيباتي نحيت لها هبطت لها الخمر وراح نوزنها معاكم. بالنسبه للعدد الكويرات اللي درتهم درت 5 قرصات صغار. الوزن اللي هنا حبيباتي تاع كل وحده بجاني بين 330 حتى 340، هذا هو الوزن تاع كل حبه. فهمنا حبيباتي؟ راح نكمل نكورهم مع بعضنا ونحطهم في البلاطو من بعد نرجع معاكم. بعد ما كنت كورتهم وحطيتهم يرتاحوا، خليهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق ربع ساعة من بعد بدأوا فتحوهم. أكيد تكوني في هذه المرحلة بعد ما تكوني كورتين تكوني شعلتي الفور تاعك ألافونس، يعني كي تبدأي تكوري فيهم ولا كي تشوفي الخميرة تاع أعتذر العجين تاعك تشوفيه خمر شعلي الفور وبدأي كوريهم وخليهم يركوا 10 دقائق ولا ربع ساعة من بعد افتحيهم وطيبيهم. لهنا حبيباتي العجينة تاعكم لكن قسمتوها على 4 ديروهم كبار، لكن قسمتهم كما انا قسمتها على 5 ديروا الكويرات تاع افتحوا الكويرات تاعكم على قيس القرصة تاع البيتزا اللي تشريوها من برا، هذيك الصغيرة هي ماشي اكس ال ولا دو اكس ال، العادية اللي نشريوها عادي هذاك هو القيس تاع هذه الكويرة. اما لكان بغيتوها كبيرة لازم تنقصوا في عدد الكويرات، اكيد ديري 4 ولا 3 وديروهم كبار. اما بالنسبه للبيتزا المحشيه انا ما نديرهاش وما نكونجليهاش، كي نبغى ندير بيتزا اللي تكون محشيه نستعملها هذاك النهار نعجنها ونفارصيها كيما بغيت انا ونطيبها عادي. اما هذه البيتزا العادي نكون نحطها عادي في الكونجيلاتور هكا ما يصرى لها والو. وكيما راكم تشوفوا لهنا بعد ما كنت فتحت على اللوبيا تاعي شوفوا البنات كيفاش تحمرت، واكيد الراس تاع الفلفل هذا البنات ما تستغناوش عليه نهائيا في الماكله تاعكم كي تطيب. مع الطيب نفتح لها نحطه ونخليها كيما نقولوا تغلي شويه برك، نشعل لها النار وننقص لها خلاص خليها غير تكتك، حنا لهنا في ولايه باتنا نقولوا تكتك. ما فهمتش هذيك كيفاه تكتك. المهم بنات تغلي على نار ناقصه قسمة تطلق هذيك الفلفله نقولوا الريحه تاعها وتذبل فيها شويه. ولهنا حبيباتي هاي ليكم البيتزا تاعي بعد ما طابت، واش نقول لكم جات خفيفه 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 ما شاء الله. اللي تحب تدير ميني بيتزا اكيد راح تفتحها وتطبع بالطابع القيس اللي حبت، واللي ما تحبش تدير لي ميني بيتزا كيما حالتي تدير بهذه الطريقه، يعني عمليه جدا. بالنسبه للطريقه تاع الاحتفاظ لكان عندك الاكياس تاع التجميد الخاصه ديري كل وحده في صاشي، اما لكان ما عندكش وقالش الواحد اضعف الايمان ديري صاشيات تاع الخبز. كي تجيبي الخبز حاولي تحافظي عليهم هكا تنفضيهم وتخبيهم، ديري في كل صاشي ديري قرصة وحطيهم في الكونجيلاتر. انا لهنا حبيباتي نكون كملت اللوبيا تاعي وكملت البيتزا، والان هاي لكم بيتزا تاعي اعتذر. اليوم الفيديو راح كامل في الاعتذار. هاي لكم بنات اللوبيا. لهنا بالنسبة للوبيا اللي يحب يدير لها الدرسة بصلة مكسوسة رقيقة فلفل رقيق ثوم ترسيه في المهراس مع
الكمون وشويه ملح، تخلطيه مع بعضاهم وكي تسربي تضيفيهم. لكن ما تحبيش هذا الدرسة ولا ما تحبيش الخليط هذا، نقولك سربيها كيما سربيها انا عادي، وضيفي عليها غير زيت زيتون. واش نقولكم، واش هي طيبه حبيباتي. ولهنا شوفوا البنات اللحم كيفاش طاب الزبده، يعني راهو صاي ذاب، ما عندي ما نقولكم، باش نقولكم يعني النوعيه تاع لي كوكوت هذه راهي ما شاء الله. اللي حبت تشري غير تروح تشري وهي مهنيه. كنت حطيت لكم لاباج اللي شريت عليها في الفيديوهات السابقه، ارجعوا الفيديوهات السابقه اكيد راح تلقاو لا كوليكسيون اللي شريتها كامله، وراح تلقاو الصفحه اللي شريت عليها اكيد في الفيسبوك. ولهنا ما عليا نقولكم غير دمتم في رعايه الله وحفظه، وشهيه طيبه. وراح اخليكم كذلك مع اجواء الثلج في ولايه باتنا الايام هذو اللي فاتوا. ولايه باتنا اكتست حله بيضاء جميله ما شاء الله، وربي يدوم النعمه هذه على عباده. ما عندي ما نقولكم، يعني اجواء رائعه، يعني اللوبيا مع الجو تاع الثلج ما عندي ما نقولكم في البرد. والان حبيباتي راح نخليكم مع هذه المقاطع، يعني حاولت ندير لكم مقاطع هكا خفيفه، نتمنى تعجبكم. والان ما لي نقول لكم غير دمتم في رعايه الله وحفظه، مع فيديوهات قادمه ان شاء الله. Thank you.